السلام عليكم، أهلا بكم على حلقة اليوم. أنا هاني وحلقة جديدة، انشقاق الحوثيين وهروبهم إلى جبل مروان. ليس أمام الحوثيين بعد الأحداث الساخنة التي مرت باليمن وعصفت به القوى الأكثر تأثيرا على اليمن والداعمة للحوثيين واللي في توافق ما بينهم وبين بعض، وهو الإصلاح بقيادة علي محسن الأحمر الذي أعفي من منصبه بقرار من هادي منصور الرئيس اليمني الذي خرج عن صلاحيات الرئاسة. هو رئيس يعني على الورق، ولكن الصلاحيات بيد المجلس القيادي الرئاسي. ولكن هنا بنتكلم عن الحوثيين، هيكون في تفاصيل مهمة، وهي تصريحات لمحمد البخيتي قناة الميادين أمس. تحدث في تصريحات تخص رشاد العليمي، وليس هذا فقط، تواصل الأسرة الهاشمية ب يعني ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية للتوسط لدى المجلس الرئاسي. نعرف من ذلك أن كل الداعمين داخل صنعاء الآن على تواصل أو يريدوا التواصل. في معلومات هامة، رجاء تفعيل الجرس، سبسكرايب لو عجبكم المحتوى بتشرفنا أول مرة، ياريت يعني تشترك وتفعل الجرس وتنشر المحتوى لو تقدر. ندخل في سياق الحلقة، ولكن رجاء الاستماع لآخر دقيقة في الحلقة نظرا لأهمية المعلومات. احنا بنتكلم هنا عن يعني أسرار انشقاق فعلي داخل جبهات الحوثيين الآن في صنعاء، والتفكير في الهروب إلى جبل مروان. ليس أمامهم غير ذلك. الحوثيين تصريحاتهم الخطيرة أمس بعد قرارات المجلس الرئاسي وإعفاء يعني اللي هو علي محسن الأحمر، اللي هو الفريق اللي هو كان بيدير القوات المسلحة الذي كان السبب في توقف الجبهات رغم الدعم القوي بمليارات من الجانب السعودي، ولكن مفاجأتهم بإعفاء علي محسن الأحمر الذي كان على توافق معهم ولكن في الخفاء، أيضا مفاجأتهم بالمجلس الرئاسي بتوحيد الرؤية، توحيد الكلمة، بأن عيدروس بيده بيد طارق صالح. ولابد أن تتذكروا هذه الكلمة، في كلام كتير جدا من اللي بقوله في بعض الناس لا تنتبه إليه، ولكن انتبه لي الاسمين دول لأن احنا هنحتاجهم في غدا بإذن الله في مفاجآت. احنا هنا بنعرف أنه الحوثيين تصريحاتهم عن أنهم بيقولوا كده بالحرف الواحد، الحوثيين أمس بيقولوا تفاجأنا بالمجلس الرئاسي الذي تم تعيينه من قبل الرئيس هادي منصور، ومفاجأتهم بإزاحة يعني هادي منصور وإزاحة أيضا علي محسن الأحمر. طب هنا بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم عن نتائج القرارات اللي هي بتاعت حوار الرياض كانت كارثية على الحوثي، فإن هو استعجل الأمر وابتدأ إن هو يدخل فيه قتال على الجبهات. ولكن احنا بنتكلم هنا مش القتال على الجبهات، احنا بنتكلم هنا عن التفويض السياسي من قبل اللي هو من قبل اللي هو يعني المجلس الرئاسي ذات نفسه تم تفويضه بالحوار السياسي من قبل حوار الرياض. في النتائج لحوار الرياض امس ان هو مفوض سياسيا. طيب اذا لم يتم هذا الحوار السياسي، وطبعا احنا عارفين ان الحوثيين لا يجيدون ولا يفهموا لغة الحوار ولا السياسة، هم يعرفوا لغة السلاح، يعرفوا لغة الخسة، يعرفوا لغة الندالة، يعرفوا لغة نقد الهدنة والعهود، هم يجيدوا هذه الاسلحة فقط التي هي في ايديهم يعني بصورة جيدة. ولكن احنا هنا هيبقى في امرين اتنين، الحوثي هو اللي هيختار الطريقة، الحوثي هو اللي هيختار الحوار السياسي او هيختار لغة السيف، وعليه ان هو يتحمل القرار في اختياره. وانا اعرف ان الحوثي لن يختار الا لغة السيف لان هو لا يوجدها لعدة اسباب. الحوثي لن يختار هذا. اول حاجة انه يعني تشكيك محمد البخيتي في تصريحات قناة الميادين امس في ولاء و الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي، وانه قاعد يتكلم كتير عليه لمدة حوالي نص ساعة. واحنا عارفين طبعا قناة الميادين ان هي يعني تتبع الحوثيين او ان هي يعني بتأيد وجهة نظرهم، فهو قاعد يتكلم على ان رشاد العليمي هو رجل امريكا في اليمن. وطبعا احنا عارفين ان اي كلام للحوثيين لازم يقول لك امريكا ويعني والسعودية واسرائيل وبريطانيا، لازم يحطوا يعني العدوان في الاربع دول دول. وهم في لكن في الحقيقه ان هم ما حذفوش ورده لا على امريكا ولا على اسرائيل، لكن في الاخير ان هم قرار الحوثي مش في ايده، في ايد ايران، وهم ما لهمش في الامر في شيء.
فان هو هيتفاوض سياسيا الموضوع ده مستبعد تماما. طيب الامر الثاني، علم الحوثي بان الاسر الهاشميه اللي سندتهم قبل كده وكانت اللي هي كانت مهدت لهم الارض لدخول صنعاء 2014، الان الاسر الهاشميه تتواصل او تواصلت بالفعل امس مع القيادات السياسيه للمجلس الرئاسي في الرياض. وايضا السبب الثالث، الاسر السلاليه اللي في صنعاء التي ربطت نفسها بمصير كاهن الكهف ومخور الاماميه عبد الهالك الحوثي ليست امامهم الا ان يعني يسلموا بما اجمع عليه اهل اليمن. اهل اليمن اجمعوا على المجلس الرئاسي، القوى السياسيه اللي عمرهم ما كانوا يقابلوا بعض وان هم كانت تصريحاتهم ضد بعض في حوار الرياض، حطوا ايدهم في ايد بعض طلعوا بالقوى السياسيه. انا عارف ان في ناس من الجنوبيين مش موافقين، ناس من الشماليين مش موافقين على الاسماء اللي تم طرحها، ولكن ربك خلاف الظنون. ممكن الناس اللي انت شايفها كانت خاينه، او الناس اللي انت شايفها الاسامي دي انت عيدروس او غيره او طارق صالح شايف الناس دي مش كويسه، ممكن يكون في مفاجآت هتحصل في الايام القادمه. الناس دي لما جت الرياض انت ما تعرفش اللي حصل في الغرف المغلقه، انت ما تعرفش اللي هيتم الترتيب ليه صنعاء ايه، واللي اتكلمت انا عنه من اسبوعين اتنين بعد 7 ابريل. الناس دي موجوده في الرياض النهارده، لكن انت ما تعرفش بكره هيبقوا في عدن وبعده هيبقى فين. يعني بعد اسبوع المجلس الرئاسي ده هينتقل الى عدن، طب وبعد اسبوعين اتنين انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل في صنعاء، ما تعرفش. طب الهدنه دي هتكمل والحوثيين اللي هم يعني كان في معارك عنيفه امس والنهارده صباح اليوم الجمعه كان في معارك عنيفه في مأرب جنوب مأرب، تعرفش الموضوع هيتستمر؟ هنعرف فيه على يعني على مدار اليوم هنعرف تفاصيل هامه. طيب احنا هنا بنتكلم عن الاسر السلاليه اللي هي بتدعم الحوثيين. طب الحوثيين عبد الهالك الحوثي والقيادات الصف الاول الحوثيه اللي موجوده في صنعاء مش هيبقى قدامهم غير اختيار، يعني اختيارين اتنين. الناس اللي بتدعمهم جوه صنعاء ممكن تسيبهم في ايام معدوده. طب هيبقى قدامه ايه؟ اختيار السياسه؟ ايران عمرها ما بتختار سياسه، لان انت ما بتتكلمش مع الحوثيين، انت بتتكلم مع ايران. فايران داخل اليمن بتمثيلها للحوثيين ملاش في السياسه، عمر ما ايران ليها في التفاوض السياسي. هي تستخدم الصواريخ البالستيه والمسيرات ان هي اللغه والاسلحه بتاعتها ان هي تقعدك على طاوله المفاوضات، لكن الحوثيين مش هيفهموا الكلام دوت. يبقى قدام الحوثيين غير حاجه واحده بس، مش هيبقى قدامهم غير ايام سوداء على دماغهم ودماغ اللي مشغلهم، وان هو الايام اللي جايه سيتم حرق ماضيهم، وافتكروا الكلام ده، ومستقبلهم، ان شاء الله مستقبلهم هيبقى اسود من الزفت باذن الله. يعني حلول سياسية إما سيف الموت، وهم اختاروا سيف الموت. طيب التغييرات الجذرية في صنعاء يعني ستحدث يعني تحركات لشخصيات مؤتمرية. الشخصيات المؤتمرية اللي موجودة داخل صنعاء بتقوم بالتنسيق مع الشخصيات هاشمية، دي مفاجأة بتهدف للتواصل، دي معلومات، وهقول برضو معلومات اخرى تنتقد هذا يعني، ولكن انا هطرح الاثنين قدامكم وانتوا ليكوا حريه الايه الاستماع والقرار. انما المصادر بتؤكد ان يعني في يعني شخصيات من القيادات المؤتمريه داخل صنعاء بتقوم بالتنسيق مع شخصيات هاشميه تهدف للتواصل مع قياده المملكه العربيه السعوديه، يعني القياده اميريه في الرياض، للوصول الى اليه تنسيق مع المجلس الرئاسي. هم بيتواصلوا الأسر الهاشمية والمؤتمرية بتتواصل مع في الرياض، بتحاول تتواصل مع شخصيات مؤثرة في الرياض لفتح قناة اتصال مع قيادة المجلس الرئاسي لأن هم يفتحوا لينك اتصال للحوار وأن هم يكونوا في أمان. دوت لقيادة المرحلة القادمة، يعني ان هم يكونوا في امان في مرحلة، يعني معنى كده ان هم هيبيعوا الحوثيين. طيب مصادر تانية تقول لك ايه؟ ده مصادر اخرى من داخل صنعاء، كلمة يعني انا اتحدث مع احد الاشخاص هناك وقال لي انه المؤتمر لا يهش ولا ينش، يعني
ما القرار مش في ايده، وان هم مغلوبين على امرهم الا في حاله اعطاء الضوء الاخضر من قبل السلاله مع تحميلهم خطوط حمراء لا يتم تجاوزها. هذا ده من احد المقربين هناك قال لي الكلام ده يعني امبارح متاخر. لكن في الاخير انه التغييرات اللي بتحصل على الارض مفاجاه مزلزله هنتفاجئ بيه يعني امور اخرى. في الاخير ان لعبه الشطرنج التي ادارتها المملكه العربيه السعوديه باحترافيه في الرياض وحوار الرياض وما يتم ترتيبه الان وما يتم الاستماع اليه في الحلقات القادمه هيكون في مفاجاه كبيره جدا. انتظروني بامر الله في الحلقه الثانيه والثالثه على مدار اليوم. حفظ الله المملكه العربيه السعوديه وقيادتها. كنت انا معكم هاني على قناتكم حدث اليوم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.